بحسب وكالة سبوتنيك فإن قوات النظام السوري المتمركزة في ريف اللاذقية الشمالي بدأت ظهر السبت قصفا بالمدفعية ورجمت الصواريخ لمواقع في بلدتي بدامة والناجية في ريف إدلب الغربي. امتد القصف مساء الأحد ليشمل بلدة خانشيخون في ريف إدلب الجنوبي مستهدفا تجمعات ومقار المسلحين ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة تابعة للمجموعات الإرهابية على حد وصفها. سبوتنيك نقلت عن مصدر ميداني بأنه يتوقع أن يتطور القصف خلال الأيام القادمة إلى هجوم بري واسع يطال الريف الغربي لمحافظة إدلب وصولا إلى جسر الشغور وأريحة. من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق في قرية الأربعين الواقعة بريف حما الشمالي لقصف من قبل قوة النظام ومناطق في قرية أبو رعيد الشرقية الواقعة في الريف ذاته دون أنباء عن خسائر بشرية. بالتزامن وثق المرصد فقدان طفل لحياته وإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء قصف النظام لمناطق في قرية جسر بيت الراس بسهل الغاب في ريف حما الشمالي الغربي. كذلك أفاد المرصد بوقوع انفجار عنيف في قرية بريدج في المنطقة ذاتها الخاضعة لسيطرة قوة النظام ما أسفر عن فقدان طفل لحياته وسقوط جرحى. في حين تشهد بلدة لطامن الواقعة في ريف حما الشمالي قصفا متجددا بعدة قذائف مدفعية لمناطق في البلدة تسبب بأضرار مادية. في سياق متصل كشف مصدر مما يسمى المعارضة السورية عن قيام فصائل مسلحة في الشمال السوري بتشكيل جيش جديد لمواجهة قوة النظام. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه صرح لوكالة دي بي اي الألمانية بتوحد فصائل أبرزها ما يسمى جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية وجيش الإسلام وجيش إدلب الحر في تشكيل جديد أطلق عليه اسم جيش الفتح يزيد عدد مقاتليه بحسب المصدر على أكثر من 75 ألف عنصر ويضم معظم الفصائل الرافضة للتسوية مع النظام في المناطق التي سيطر عليها.